إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. فاكر أيام زمان لما كنا صغيرين، صحاب أهل وجيران كل يوم متجمعين، واللمة الحلوة والعزوة والفرحة جوا قلوبنا، يلا هنعيد الذكريات ومعاكم مكملين. جوا أوضة صغيرة قدامنا شاشة منورة ومذيعة زي السكرة بتسلم على كل القاعدين، نغرب كان بيبقى منك مبسوطين والخير ما بينا، هنعيده من تاني مع مذيعة برنامج قديم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فزورة جديدة من فوازير مذيعة في برنامج قديم مع رندا شحاتة. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فزورة جديدة من فوازير مذيعة في برنامج قديم. النهاردة هحكي لكم حكاية، حكاية برنامج إذاعي. كان يا مكان أيام زمان، ما كناش بنربط حزام الأمان، بس كنا بنسمع عنه في برنامج من برامج الإذاعة زمان. أيام التمانينات الساعة 8 الصبح لو أنت في الشارع راكب عربيتك أو راكب الأوتوبيس هتلاقي مؤشر الراديو على إذاعة البرنامج العام علشان تسمع مذيعة فزورتنا صاحبة نبرة الصوت الدافي، وهي بتقولك إرشادات ونصايح علشان سلامتك على الطريق. مش بس كده، دي كمان بتصبح عليك وبتدعيلك. صباح الخير صاحبتك السلامة. برنامج فزورتنا النهاردة كان بيبدأ بجزء من أغنية للفنانة نجاح سلام اللي كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي في مرة قال إن الأغنية دي بقت مشهورة علشان بقت تتر مقدمة برنامج فزورتنا النهاردة. التتر ده وصلت شهرته لعنان السماء وبقى جزء أصيل من البرنامج، حتى إنه بقى علم من أعلام الإذاعة المصرية. هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة. برنامج فزورتنا النهاردة برنامج توعوي هدفه نشر التوعية المرورية بين المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم على الطريق، والقضاء على ظاهرة حوادث الطريق، وكمان القضاء على العادات السلبية للسائقين من خلال بعض النصايح والتوجيهات اللي كانت بتقدمها لهم مذيعة فزورتنا النهاردة، زي التأكد من ضوابط الأمان للعربيات، الإضاءة، الإطارات، لبس حزام الأمان، الحفاظ على السرعة، وكمان احترام قواعد المرور. رجاءً حافظ على نظافة هذا الطريق الجميل الذي كلفته الدولة الكثير من الأموال من أجل راحتك وسلامتك. برنامج فزورتنا النهاردة كان بيعالج في كل حلقة مشكلة من المشاكل اللي بتواجه المواطنين على الطريق. كانت مذيعة برنامجنا بتنزل بنفسها الشارع بين الضباط والسواقين والمواطنين علشان تعرف مشاكلهم، أو المواطنين نفسهم كانوا بيبعتوا لها مشاكلهم عن طريق البريد، وكمان كانوا بيبعتوا لها أشعار كانت بتقولها في نهاية كل حلقة. وفي مرة من المرات في مدرس رياضيات اسمه أسامة أبو حليمة بعت لها مجموعة من الأشعار، أعجبت جدا بيهم وطلبت منه أن يكتب معاها بعض الفقرات في البرنامج، واشتغلوا مع بعض سنين وأبدعوا. وبعد وفاتها سنة 1996 امتنع أسامة أبو حليمة عن الكتابة وقال إن البرنامج ما ينفعش من غيرها. تعديل قائد السيارة النقل بصفة خاصة، عمليات الإصلاح التي تقوم بها في الطريق مخلفا الزيوت والسولار التي تتسبب في قذارة الطريق، ليس هذا مكانها الصحيح. أكثر من 20 سنة ومذيعة برنامجنا النهاردة كانت بتقدم برنامجها بكل الحب، حتى ده لو في بعض الأحيان يعني دخلها في مشاكل مع المسؤولين، بس كان عندها هدف واحد بس، القضاء تماما على ظاهرة حوادث الطريق.
لأن هي شخصيا ذاقت ألمه ومراره لما فقدت بنت أختها اللي كانت بتعتبرها زي بنتها، لأن ربنا ما رزقهاش بالأولاد. يوم تخرجها بتقدير امتياز كانت راجعة البيت علشان تفرح أسرتها بنجاحها وتفوقها، وللأسف أصيبت في حادث وتوفاها الله. عزيزي قائد السيارة، يا من تنوي السفر لقضاء إجازتك في إحدى مصايفنا الجميلة، حرصا على سلامتك وسلامة من معك، لا تغامر وتسافر بسيارتك وبها أي خلل، ولا تنسى أن تطمئن على حالة العجلة الاستبن، وأن يكون معك كمية من الماء خاصة إذا كانت سيارتك قديمة. مذيعة فزورتنا النهاردة خريجة كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، اتخرجت سنة 64، وسنة 65 التحقت للعمل بالإذاعة المصرية. في البداية تعينت في مراقبة المنوعات وتدرجت في المناصب لغاية لما بقت مدير عام برامج الأطفال ثم مدير عام برامج المنوعات بالشبكة الرئيسية سنة 95. قال عنها زوجها الإعلامي ومقدم البرامج في فترة الستينات صبري ياسين إن الإذاعة كانت كل حياتها. يا ترى عرفتوا مين هي مذيعتنا وإيه هو برنامجها؟ فاكر أيام زمان لما كنا صغيرين، صحاب أهل وجيران كل يوم متجمعين، واللمة الحلوة والعزوة والفرحة جوا قلوبنا، يلا هنعيد الذكريات ومعاكم كملين. جوا أوضة صغيرة قدامنا شاشة منورة ومسيعة زي السكرة بتسلم على كل القاعدين، جارك كان بيبقى منك مبسوطين والخير ما بيننا، هنعيده من تاني مع مذيع برنامج قديم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فزورة جديدة من فوازير مذيعة في برنامج قديم مع رندا شحاتة.